استاذة سمية. استاذة سمية اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. زي حضرتك استاذ؟ اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي. ممكن اتواصل مع الدكتور في حاجه الشيخ؟ مع حضرتك الشيخ محمد، اتفضلي. بس اسمعينا بالتليفون احسن. السلام عليكم استاذ الشيخ. عليكم السلام، اتفضلي يا استاذ. بص حضرتك، انا عايزه بس استفسر من سيادتك على حاجه. اتفضلي. أستاذة سمية ممكن ما تسمعناش من التلفزيون عشان الصوت يبقى واضح؟ حاضر. شكرا جدا. أنا دلوقتي جوزي عامل عملية في المفصل. تمام. ويعني مقصر مع والدته بمعنى أصح، بس هو مش مقصر بمزاجه وغصب عنه، لأن احنا عايزين في إيجار ومعنا ثلاث بنات. تمام. فعلى طول ظلماه إن هو مأهمل فيه، بسبب إن أنا اللي بديله الرأي بكده على طول. يعني على طول بتقول هي اللي ممشيه عليه، هي اللي بتديله الرأي بكده، وده والله العظيم ما بيحصل. هو اصلا انا جوزي ما كانش فيه تواصل ما بينه وما بين مامته، يعني بيحب بابا قوي. تمام. مامته لا. ففضلت وراه لحد ما قعدت اقول له انا معايا بنات، انا عايزاهم يفضلوا يحبونا على طول، مفيش واحده فيهم حد يتغير علينا والكلام ده، فلازم انت كمان تعدل معاملتك مع امك. لحد ما تعادل فعلا مع امه، بس هي لسه لحد الان حاطه الموضوع ده في دماغها. وانا ماليش ذنب ما بينهم في اي شيء، وعلى طول ظلموني. انا اعمل ايه؟ يعني هي شايله من حضرتك انت دايما. على طول ظلموني، اقسم بالله انا ما بقصر معاها. تمام تمام. مش بقصر معاها خالص. طب هو موقف زوجك معاكي انت ايه يا استاذه سمية؟ بيقول لي حقك عليا وما تزعليش. مقدر الموقف يعني. تمام. بس هم ظالميني على طول. تمام يا أستاذة سمية، شكرا ليكي، سؤالك وصل. أولا موقف زوجها موقف محمود. فيوازن بين الأمرين، بين رضا والديه وبين إرضاء زوجته، وهذا هو المنوط به في الإسلام، كل له حق وكل عليه واجب. أما الأم التي تشك في أن زوجة ابنها أنها تسيء إليها وتوعزه دائما بأن يتعامل معها بسيء، فهي بينها وبين الله. فإن أساءت الظن عقبت بسوء الظن، فلتحسن الظن بزوجة ولدها، فإن الناس ستلقى الله عز وجل، كل ظالم أو مظلوم سيقف أمام الله. طب هي موقفها إيه بقى، تعمل إيه؟ موقفها هي تبرأ إلى الله عز وجل وتفعل الصالح، ولا يشغلها ما بينها وبين الناس. اهم حاجه بينه وبين ربنا، واهم حاجه زوجها اللي معاها في البيت. خلاص، ما دام تعمل اللي عليها وخلاص. طبعا ما دام ملهاش علاقه بحماتها في ولا وما بيعيشوش في بيت واحد مع بعض، خلاص هي الامر يكفيها رضا زوجها. ده محاسبه عليه امام الله عز وجل. يكفي ان زوجها يعترف لها بالجميل، بان حقك عليا. خلاص، هو الزوج رفع مقامها، فهي تقف عند هذا الحد، ويعني تحسن الظن ايضا بحماتها، عسى الله سبحانه وتعالى ان يجعل بينهم فرجا.